بعد الحلقة السابقة، أكثر الأسئلة التي وردتنا هي ماذا أكل؟ ما هو البرنامج الغذائي المناسب؟ وكيف أبدأ؟ في هذه الحلقة سنتطرق إلى خطوات عملية تساعدك على البداية، فأصعب الأمور ابتداؤها. السلام عليكم. أكبر خطأ يقع فيه من يريد أن يتخلص من السمنة أو أن يعتني بصحته بصفة عامة هو التغيير الجذري والحالي، أن يمتنع عن بعض المأكولات التي كان يتناولها ويراها ضارة بصورة دائمة، أو أن يتبع برنامجا غذائيا معدل مسبقا يختلف تماما عما كان يتناوله سابقا. هذا يؤدي إلى عدم الاستمرارية والعودة إلى ما كان عليه سابقا والفشل الذريع والسريع. إذا كان هدفك التخلص من الوزن الزائد كليا أو العناية بصحتك دوما، فالتدرج هو الحل. أكثر مادة تحتوي على السكر في حياتنا اليومية هي المشروبات الغازية أو العصائر، ولكونها أصبحت جزءا لا يتجزأ من طعامنا اليومي من الصعب جدا التخلص منها. في فترة ما من حياتي كنت مدمنا على المشروبات الغازية، لا يمكن أن يكون هناك غداء أو عشاء إلا بوجودها على الطاولة. عندما اتخذت قرارا بالتحكم في زمام الأمور فيما يتعلق بصحتي، عرفت أن أول شيء يجب التوقف عنه هو المشروبات الغازية. ذلك لا يمكن أن يكون آنيا أو حاليا لكوني مدمنا عليها. صادف قراري فصل الصيف، وهو موسم البطيخ الأحمر أو الدلاع. قررت أن أشرب المشروبات الغازية 4 مرات في الأسبوع فقط، وباقي الأيام البطيخ الأحمر. تدريجيا انخفضت عدد أيام المشروبات الغازية. حاليا لا أشعر بأي رغبة فيها، أشربها فقط في المناسبات أو الحفلات أو نادرا. الشاهد من هذه القصة أنه يمكنك التخلص من استهلاك المشروبات الغازية، يكون ذلك باستبدالها بفواكه موسمية أيا كانت، لكن يكون ذلك بصورة تدريجية. مثلا أن تحدها، تجعلها فقط 2 مرات في الأسبوع ثم 1 مرة في الأسبوع حتى تتخلص منها نهائيا. أشاطرك الرأي أنه لا يمكنك التخلي عن الخبز لكونه عنصر أساسي في وجباتنا اليومية، فطور صباح، غداء أو عشاء. حتى إن أخبرتك أن الخبز يحتوي على كربوهيدرات معدلة التي ترفع السكر في الدم وبالتالي الأنسولين وبالتالي الالتهابات، التي هي الوسط المثالي لتكون عدة أمراض كالسكري، أمراض القلب، ولزيادة سوء أمراض أخرى، فستخبرني أنه بالرغم من ذلك لا يمكنك التخلي عن الخبز، وستظن أنني منفصل عن الواقع وأطلب ما هو مستحيل. صدقني، أنا أيضا في السابق كان هذا رأيي. فكرة التخلي عن الخبز كانت غير قابلة للطرح أصلا، فالخبز كان دوما هو العنصر الأساسي في كل الوجبات اليومية. الآن وفي هذه اللحظة التي أكلمك فيها، لم أعد مهتما تماما بالخبز، أتناوله إلا نادرا. فما الذي حدث لي؟ أهم شروط الغذاء الصحي أن تجد البديل قبل إلغاء عنصر غذائي مضر. لم أتوقف عن الخبز، بل بدأت بتغييره واستعملت في ذلك الطريقة التدريجية التي استعملتها مع المشروبات الغازية. في الأيام التي لا تناول فيها الخبز، أقوم باستبداله بخبز الشوفان أو خبز الشعير أو خبز القمح، أو زيادة كمية الوجبة التي أتناولها حيث أكتفي ولا أحتاج إلى الخبز. هذه الطريقة نجحت معي، ربما تنجح معك، ربما هناك طريقة أخرى تستعملها ستنجح. المهم أن تطبق التدرج والتغيير ببطء. أكبر خدعة تعرضنا لها منذ 1970 هي أن الدهون المشبعة الطبيعية مسببة لأمراض القلب. ورغم أن البحوث أثبتت مرارا وتكرارا أن هذا غير صحيح، إلا أن كثير من المختصين لا يزالون ينشرون ذلك. في مقال في صحيفة The Guardian أوت الماضي، صرح الطبيبة من ألمانيا بأن جوز الهند هو سام. لماذا؟ لكونه يحتوي على الدهون المشبعة. هذا التصريح واجه سخطا كبيرا، خاصة من أخصائي القلب على مستوى بريطانيا. وصف بالكلام بدون معنى والخالي من الإثباتات العلمية. وصفت هذه الطبيبة بالعار على جامعة هارفرد المتخرجة منها، وهي الآن مطالبة باعتذار لمغالطتها الرأي العام.
الدهون البديلة التي نصحنا باستعمالها كبديل آمن هي الدهون المهدرجة كزيت عباد الشمس وزيت الذرة، والزبدة التي نصحنا باستعمالها هي المارغرين. إضافة لكونها نتاج هدرجة ومحتويات كيميائية بحتة، فهي تحتوي على الترانس فات والأوميغا 6، وهي الخلطة المميتة المتسببة في التهاب الشرايين ومن ثم انسدادها الذي يؤدي لاحقا إلى السكتات القلبية. فما الحل؟ فيما يتعلق بالطبخ، شخصيا أستعمل زيت جوز الهند طبعا المخصص للطبخ وليس المخصص للشعر، وأحيانا الزبدة الحيوانية المغذاة بالعشب كالزبدة المعروفة كيري جولد. هناك أيضا بدائل أخرى متوفرة على حسب المنطقة يمكنك استعمالها. مهما كان البديل، فالتخلص من الدهون المهدرجة جد ضروري، ليس فقط من أجل التخلص من السمنة، بل من أجل حمايتك وحماية أسرتك من أمخطار وأمراض كأمراض القلب الآن لم يمنع منها لا صغير كان ولا كبير. من أهم مصادر الدهون الصحية زيت الزيتون، البيض، السمك بأنواعه خاصة السلمون، المكسرات خاصة بأنواعها، والأفوكادو إن توفر في منطقتك. أيضا أي دهون حيوانية متغذية على الأعشاب جد ضرورية للجسم. من أهم المكونات التي نتجاهلها غالبا هي العناصر الغذائية الصغرى كالفيتامينات والمعادن، ومصدرها الأساسي هو الخضار. الحصول عليها سهل نوعا ما من خلال تنوع وأكل السلطات بشكل يومي. إضافة الخل إلى السلطة جد مفيد لكونه يعين على إبطاء إفراغ المعدة وبالتالي امتصاص البطيء للسكر وبالتالي ضغط أقل على البنكرياس. مجرد كلمة الصيام ترعب الكثير، فالكثير يفهم منها الجوع، آلام في الرأس، العطش، ولكن عند تجربك للصيام المتقطع فالأمر مختلف تماما عن توقعاتك. الصيام المتقطع يعني خاصة 16-8 جد بسيط، ويعني بكل بساطة أن تمتنع عن فطور الصباح، الغداء والعشاء في وقته، فقط تتجاوز فطور الصباح. إضافة إلى ذلك يمكنك شرب الماء وقت ما شئت وكما شئت. إضافة إلى ذلك إذا كنت غير قادر على الاستماع على القهوة أو الشاي في الصباح يمكنك شربها بشرط أن لا تضيف لا سكرا ولا حليب. يمكنك أن تبدأ الصيام المتقطع تدريجيا، مثلا أن تصوم يوم وترتاح يوم أو مرتان في الأسبوع حتى تصل إلى 6 مرات أسبوعيا. صدقني الصيام المتقطع له فوائد تتجاوز التخلص من الوزن الزائد، سنتطرق إليها في حلقة خاصة. بعض العيادات العالمية المتخصصة تستخدم الصيام المتقطع وبعض أنواع الأنظمة الغذائية كالكيتوجينيك دايت أو LCHF Low Carb High Fat Diet لعلاج مرضى السكري، ولا يقصد بذلك العلاج النهائي بل عكس مفعول السكري خاصة الصنف الثاني من السكري وما يسمون ذلك بـ Reversing Type 2 Diabetes، ومعناه أن يصل المريض إلى حالة يستغني فيها عن كل الأدوية وجرعات الأنسولين. يكون ذلك تحت إشراف طاقم طبي وإخصائيين غذائيين. إذا كنت مصابا بالسكر وتريد استخدام الصيام المتقطع فهذا أمر جيد لصحتك، لكن عليك احترام شرطين أساسيين: أولا قياس الدائم لنسبة السكر في الدم، ثانيا استشارة طبيبك لتعديل الأدوية التي تتناولها. الصيام المتقطع يتسبب انخفاض السكر في الدم والأدوية التي تتناولها أيضا، عند تلاقيهما يتسبب لك في حالة تسمى الهايبوغلايسيميا، أي انخفاض حاد للسكر في الدم، مما يتسبب في خطر كبير على صحتك. لذا إن كنت ترغب في الصيام المتقطع فأول ما تقوم به استشر طبيبك. أيضا لا ينصح للحوامل أو المرضعات بتطبيق الصيام المتقطع، فصحتك وصحة الجنين أو الرضيع أهم بكثير من خسارة بعض الكيلوغرامات. إن أخبرتك أنه يمكنك تناول طبقك المفضل ولو كان غير صحي مع اتباعك لنظام تغذية صحي، فماذا سيكون رأيك؟ تتبع التغذية الصحية بشكل جدي زيادة على اللزوم يحول دون الاستمرارية. هدفنا ليس شهر أو شهران، بل تغذية صحية مدى الحياة. لذا إن عدت إلى المنزل ووجدت أن طبق اليوم هو أحد أطباقك المفضلة كالمحاجب المطابيق أو أي طبق مفضل، فكل. إن دعيت المناسبة فلبي وكل بحرية وانسى التغذية الصحية. إن عزمت من طرف أصدقائك على بيتزا أو همبرجر أو أي غذاء غير صحي فكل دون الإحساس بالتأنيب، لأن يوم الراحة من التغذية الصحية ضروري للاستمرارية، شرط ألا يكون ذلك من حين لآخر، بل على الأكثر
مرة في الأسبوع. ربما اقتنعت بما سبق، لكنك لم تبدأ التغييرات بعد بحجة أن الوقت غير مناسب. وإذا سئلت ما المانع في أن تبدأ اليوم، لكان جوابك الوقت غير كاف، الظروف، لا أستطيع، وعدة حجج ربما كانت مقنعة للكثير. يمكنك أن تصوغ ألف سبب لامتناعك عن بداية الحفاظ عن صحتك من اليوم، لكن سببا واحد يكفي لكي تبدأ اليوم، ليس فقط في التخلص من السمنة، بل حماية نفسك وأسرتك من أمراض باتت منتشرة حولنا. ربما يكون السبب ألا تصاب بالإعياء الشديد عند جريك لمسافة 100 متر، أو أن تستطيع أن تلعب مع أبنائك مدة تتجاوز 5 دقائق دون إعياء، أو أن تستطيع التحرك بحرية، أو أن تستطيع قضاء حوائج بيتك دون تعب شديد، أو أن تستطيع أن تقضي حاجاتك الأساسية عند بلوغك 80 دون أن تحتاج إلى سند أو عون. ربما السبب أناس يحتاجونك بصحة جيدة إلى جانبهم، أب أم، أخ أخت، زوج زوجة، ابن ابنة، حفيد أو حفيدة، أو أناس لا تجمعك بهم صلة قرابة وأنت بالنسبة لهم عون وسند أو صديق. لأجل هؤلاء ولأجلك لا تبدأ اليوم، ابدأ الآن.